السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة شائكة من حلقات برنامجكم المفضل 60 دقيقة على قناة الندى، ومع الموضوعات القانونية اللي بتمس كل أسرة وكل بيت. أنا قلت حلقة شائكة لأنها بصراحة كلها مشاكل، علاقة بين مالك ومستأجر، كل له مصلحته وكل له اتجاهه. عقد الإيجار أكثر العقود تداولا في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم، ونشوف الإيجارات في كل بلد في العالم وضعها إيه، فمن أكثر العقود تداولا. فعاوزين نتكلم النهاردة على عقد الإيجار بصفة عامة، وعلى المشكلات اللي ممكن تتعرض لها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وعلى أنواع هذه المشكلات، وبعد كده نبدأ بالتفصيل نتكلم على معنى عقد الإيجار، شروط عقد الإيجار، أركان عقد الإيجار، مقارنة عقد الإيجار بغيره من العقود. لكن تعالوا نرجع نشوف القصة بدأت إزاي. حاجة البشرية للإيجار بدأت من إمتى؟ من العصور الأولى ولا الأيام دي ولا إمتى؟ طبعا أنتوا عارفين عصر الروماني كان فيه طبقتين، العصور القديمة طبقة الملاك وطبقة العبيد، فما اعتقدش كان في حاجة للإيجار. الملاك واللي هم الأسياد عندهم الأراضي بتاعتهم وعندهم الأطيان وعندهم البيوت والقصور والفلل، والطبقة الأخرى في المجتمع كانت طبقة العبيد. لما بدأ يبقى في تحرر وفي ناس بتعتق من العبيد، بقوا يحتاجوا اللي هم يأجروا عشان يسكنوا، ويحتاجوا اللي هم يشتغلوا يستأجروا للعمل في الأراضي ويؤجرون الأراضي، فنشأت طبقة وسطى بين الطبقتين، الطبقة العليا والطبقة الدنيا، نشأت بينهما طبقة وسطى. فبدأت الطبقة الوسطى والناس اللي جه من بعدها بدأوا يبحثوا عن أماكن يسكنوا فيها، وبدأوا يبحثوا عن أماكن يأجروها. هم أولا لسه متحررين وما يقدروش يشتروا أماكن تمليك، فكانوا بيأجروا من الطبقة بتاعة الملاك، ونشأ عقد الإيجار من هنا. لكن دائما الشريعة الإسلامية لها السبق في العدالة في أي تشريع بتضعه، لأن زي ما احنا قلنا التشريع يوضع للناس كفة. ومن جمال الشريعة وكمال الشريعة أنها عندما نظمت العلاقة الإيجارية نظمتها على سبيل العدالة والتراضي بين الطرفين. ولكن هذه العدالة وهذا التراضي، باعتبار أن الإيجار نوع من أنواع البيوع، فهو بيع للمنفعة، وهيجي التعريف بتاعه بالتفصيل، إلا أن هذا التراضي طرأت عليه دواخل، وهذه الدواخل عبارة عن تقنينات وضعية وضعها المقنن الوضعي ظنا منه بأنه يحاول حل الأزمة السكانية، فقيد هذا التراضي وتعدى على العدالة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في تنظيمها للعلاقة بين المالك والمستأجر، فأحدث ذلك خللا جسيما وترتب عليه آثار
ضارة جدا بالمالك، أدت هذه الآثار الضارة للمالك أنها سمحت بالتعدي الغير مقبول من المستأجرين باعتبارهم يحصلون على شيء ليس من حقهم مع مرور الأيام. بل أقول وأنا متأكد أن عقود الإيجار في القانون القديم أصبحت أشبه بعقود التمليك في توريثها وتعاقب الأجيال عليها. ولكن تعالوا، الموضوع كان محل دراسة لرسالة علمية تمت مناقشاته منذ 5 سنوات، وبحر من المشاكل. لكن أرجع لديني، ديني أنا بحب ديني، شريعتي. أنا مش بحب شريعتي عشان هي شريعتي وعشان أنا أنتمي إلى الإسلام، لا، أنا بحب شريعتي لأنها نظمت شتى مسائل الحياة، وكان تنظيم دقيق ورقيق وعادل ومنصف. فالشريعة زي ما احنا قلنا شريعة مرنة صالحة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان. فلما تيجي تخرج عن الشريعة الجميلة المرنة العادلة المنصفة وتقيد أمر من الأمور الشريعة وضعته، هتلاقي الاضطراب يصيب الموقف. المقنن الوضعي في مصر كان يسير على أحكام القانون المدني في العلاقة بين الملك والمستأجر، والقانون المدني بيعطي لطرفي العقد الحق في الاتفاق، والحق في تحديد القيمة الإيجارية، والحق في تحديد مدة عقد الإيجار، والأمور ماشية كويسة. لما جه المقنن الوضعي تدخل هذا التدخل بتقييد حق المالك في تحديد القيمة الإيجارية، بل وكذلك تعدى على حق المالك في تحديد مدة الإيجار، وسمح باستمرار المستأجر وزويه في العين المؤجرة forever للأبد إلى أجل غير مسمى، فحصل اضطراب. الاضطراب ده خلى الملاك يستنفرون ويضغطون بما لديهم من قوة قبل إبرام العقد، فبدأت موضوع الخلوات عشان تاخد شقة تدفع خلو، وبعد ما تدفع خلو انت ونصيبك ممكن يبقى مقدم من الإيجار او نصف مقدم، والنصف لا مسمى له في الشرع. ناس بيقول لك ضايع، يقول لك هتدفع 20,000، 10 من الإيجار و10 ضايعين. هو إيه اللي خلاه يقول 10 ضايعين؟ هو بيقول لك احمد ربنا إن أنا بقول لك 10 ضايعين، لأن أنا العين بتاعتي ضاعت. هاخد إيجار كام؟ والمدة قد إيه؟ وهاخد شقتي تاني إمتى؟ موضوع كبير. فحصل اضطراب بقى. الشريعة ما بتتعدلش لأنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. الشريعة عادلة ومنصفة. المقنن الوضعي ارتبك، بدأ في 21/11 سنة 21 وراح مطلع قانون، بدأ يقيد بقى الأجرة بتاعت الأماكن، ومشي بقى قانون 21 سنة 47، 91 لسنة 58، 168 لسنة 61، 46 لسنة 62، 52 لسنة 69، 45 لسنة 77، ايه ده؟ وراح جايب لك قانون 49 سنة 77، والقانون 136 لسنة 81، والقانون 4 لسنة 96، والقانون رقم 6 لسنة 97، كل دي تعديلات في بند واحد. أو بتدور وتحوم هذه التعديلات على شيء واحد، حق المالك في الأجرة، مدة العقد، مين اللي ياخد العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين. شوف التراب قد إيه، تراب
كل شويه قانون 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 قانون، في الاخر ما حلتش المشكله. اللي حل المشكله حاجه واحده بس، اللي هم رجعوا تاني في القانون رقم 4 سنه 96 اللي صدر في سنه 96 في 31/3 سنه 96، وقال لك تطبق احكام القانون المدني كلها على الايجارات الجديده. اي عقد ايجار يتم في 31/1 سنه 96 يبقى تطبق على احكام القانون المدني. القانون المدني بيقول لك اتفق. هتيجي تقول لي طب يعني ايه المشكلات؟ يعني انت عمال تقول لنا في مشكلات وفي اضطراب وتعديلات متواليه للقانون، ما ظبطتش الموضوع غير لما رجعت للقانون المدني اللي هو في شان الايجار 99% منه طبق احكام الشريعه الاسلاميه بالتفصيل. هتيجي تقول لي طب الاضطراب ده فين؟ او انت جبت منين اللي فيه ازمه؟ هقول لك لا. جبت منين اللي فيه ازمه؟ لا، هو في ازمه. هو انا دلوقتي مالك وعندي مكان ملكي بتاعي اشتريته بعرقي وتعبت فيه واجرته، يجي يطلع قانون انا كنت ماجره سنه او سنتين او مشاره يعني كل شهر واحنا مع بعض، يجي يطلع قانون يقول لك لا ينتهي عقد الايجار بالمده المتفق عليها في العقد. ما ينتهي امتى يا عم؟ قال لك ما ينتهيش ابدا. طب وبعدين؟ قال لك لا، ده يبقى يمتد عقد الايجار بعد وفاه المستاجر الاصلي للاب والام، الزوجه، جميع الاولاد المقيمين مع المستاجر، اب وام الزوجه، اقارب الزوجه. قال لك لغايه الدرجه الثانيه، اخو الزوجه ممكن ياخد الشقه. ايه ده؟ انا ماجر لواحد، الاقي امه وابوه وزوجته وولاده وام زوجته وابو زوجته واخوات زوجته وانا مأجر لواحد؟ لا. طب يا اخي انت عاوز تنصف، قول ماشي ازود الايجار مثلا كل شويه لكن تفضل زي ما هي. الله، شقه قيمتها 3 مليون جنيه في الزمالك ايجارها 20 جنيه، شقه قيمتها 2 مليون جنيه في مصر الجديده ايجارها 4 جنيه 75 قرش. ايه ده؟ وقاعدين فيها ورثة المستأجر. يعني انا هحكي لكم حاجات انا بقى واقع شغالين، درسنا الموضوع من الشريعة الإسلامية والقانون والمحاكم. الله يرحمها الحاجة أم محمد بن داري، الله يرحمها. 14 شارع في مصر الجديدة عمارة، واسمها عندها عمارة في مصر الجديدة بينها وبين صلاح سالم شارع. تخيل لما تكون مالكة لعقار، العقار بالكامل ما بيجيبلهاش 50 جنيه ايجار في الشهر، وبنتها طلقت من زوجها وعاوزة تقعد في شقة، والمستأجرين قافلين شققهم، وهي تاخد اوضتين فوق السطوح حجرتين تقعد فيهم زي البوابة، مع احترامي الشديد لطائفة الحراس والبوابين ربما يكون عند ربنا أفضل مننا، لكن حالة قدامك واحدة خريجة الجامعة الأمريكية قاعدة في أوضة فوق السطح والشقة اللي تحتيها المستأجر قافلها واللي تحت تحتيها المستأجرة قافلاها، وقابلتني تقول لي أنا عندي الإيجار أفضل من التمليك، أنا يا سيادة المستشار ابني قاعد في شقه تمليك بيدفع لاتحاد الملاك 200 جنيه في الشهر، انتوا الاجره بتاعتكم 4 جنيه ونص 4 جنيه 75 قرش، انا بدفع لكم الايجار كل 10 سنين مقدم، يعني تدفع 700 جنيه مثلا ولا حاجه 10 سنين ايجار مقدم، ولا في اتحاد ملاك ولا في حاجه، فالشقه الايجار عندي افضل من التمليك وقافلاها، وبنت المالكه الاصليه فوق السطح. حالها يصعب على الكافر. حاله من الحالات الست قعدت تصارع في المحاكم في قضايا، استلمت شقتين ولكن توفيت وهي ناقمه وحزينه على بنتها. في ناس عندها ضمير وضميرها يقظ، قالوا يعني ايه ايجار يقعد طول العمر؟ لا، ف 13 شارع البرازيل في الزمالك
عرف الحكم الشرعي وان لازم يكون في مده محدده لعقد الايجار، وهنتكلم في الكلام ده بالتفصيل الممل، وعرف اللي هو مش من حقه العلاقه الايجاريه بينه زيد وعبيد، انا عشان اقحم نفسي فيها بالقوه وهذه القوه تتعدى على حدود الاخرين واستغل ما هو موجود من قوانين، فموقف غريب قوي. مالك العقار 13 شارع البرازيل في الزمالك كلم والد صديق الدكتور وقال له أنا عاوز حجرة من الحجر بتاعت شقتك اللي أنت ما بتستخدمهاش كلها، شقة ما شاء الله 200 متر 4 5 أوض، منهم المكتب بتاع الراجل كبر في السن ما بقاش يخش ولا يفتحه، فقال له أنا هاخدها بس أوسع المكان عندي. مالك بيترجى المستأجر ومستعد أديك نص مليون جنيه بس يعني أوسع على نفسي أوسع على نفسي. يروح المستأجر يكلم ابنه الدكتور ويقول له يا ابني المالك عرض عليك، قال له لا يا بابا حرام، المالك من حقه ياخد ملكه، وإحنا كنا يعني ربنا وسع علينا وعندنا عمارة أخرى ملك. المهم فوجئت بصديق الدكتور بيتصل بمالك العقار بيقول له لو سمحت لا تعطي لوالدي شيئا، الشقة أنا هديها لك بالكامل بس انت سامحه لان هو راجل كبير ويعني ما يقصدش اللي هو يخالف الشرع. وفعلا حصل الكلام ده، لما توفي الرجل قبل ما يغسله اتصل بالمالك قال له والدي توفي النهارده ومفتاح الشقه معايا شهرا الى الحاجات والاثاثات، بس سامح والدي؟ قال له انا مسامحه وبدون جنيه واحد، وادى الملاك للملاك الشقه. واحد يجي يقول لي طب ما في مستاجرين على قد حالهم مرتباتهم ضعيفة وواخدين اللي هم يدفعوا في الإيجار 4 جنيه و5 جنيه. هقول لك أولا دي مش مشكلة المالك. ثانيا إحنا بنقول إن كل أمر ليه استثناء. هل كل طائفة المستأجرين ناس غلابة ما معهمش فلوس يدفعوا؟ طب حتى ادفع القيمة الإيجارية الحقيقية يا سيدي. طب ادفع نصف القيمة الإيجارية الحقيقية. عم الحاج إبراهيم ما بياخدش ايجار من المستاجرين اللي عنده، عارفين ليه؟ لان الشقه ايجارها 15 جنيه و20 جنيه. في حين شوف كيلو اللحمه بكام دلوقتي. وابنه كان بيحط عربيه في الجراج بيدفع لها 200 جنيه في الشهر عشان تقعد كام ساعه بالليل. وانت مأجر شقه طويله عريضه تدفع 15 و20 جنيه، فقال له مش عاوزها. وطالما انتم محتاجين ال 15 وال 20 جنيه خلاص بتاعتكم واقعدوا في الشقه. وهي الموضوع موضوع ضروره. انت شايف ان انت مضطر اللي انت لا تعطي للملك حقه سواء في القيمه الايجاريه او في ملكه، وشايف ان انت عندك ظروف الله اعلم بيك. والضروره تقدر بقدرها، لكن انت في الاول وفي الاخر في حقوق وفي واجبات. صديقي مستشار كبير نفس الكلام، كان الوريث الوحيد لخالته ولما توفيت اتصل بالملاك واداهم مفتاح الشقة. العجيب بقى في صديقي الأستاذ الدكتور طبيب العيون الشهير المحترم اللي الشقة بتاعت والده كانت عيادة في نص البلد تقريبا عمارة اليوموبيليا، مش عاوز أقولك الشقة هناك بكام. ولما أدرك الحكم الشرعي ده بقى عمل حاجة جديدة محدش عملها وأنا أول مرة أسمع عنها، اللي هو يدور على ورثة الملاك عشان يجمعهم ويدوهم مفتاح الشقة، واللي في طنطا يسافر لها طنطا واللي في المحلة يروح لها المحلة ويلف عليهم ويجيب تليفوناتهم ويحمل همة إيصال الأمانة إلى أصحابها ويجمعهم ويقول لهم اتفضلوا مفتاح الشقة، ويعمل عيادة العيون بتاعته في الحي السادس في مساكن بلوكات، لكن تنظر إلى وجهه كأنك ترى صحابة الكرام، واحد من الصحابة الكرام من شدة طاعته وزهده وعبادته، وهو أستاذ دكتور في جامعة عين شمس في طب العيون. الناس دي كلها فكرت في الكلام ده ليه؟ قال لك لا في مشكلة، محاكم كلها مشاكل في إيجارات، محاكم كلها مشاكل
عندك ثلاث مشاكل اساسيه في الايجار القديم. مشكله المده، عندك مشكله ثبات القيمه الايجاريه، عندك مشكله امتداد وتوريث عقد الايجار. ثلاث مشاكل اساسيه، كل مشكله مئات الالاف من القضايا. مفيش شريعه، حتى القانون الفرنسي، حتى القانون الفرنسي. طب نشوف الاتصال ده ونشوف القانون الفرنسي قال ايه. اتفضل يا فندم. اهلا يا حاج محمد، اتفضلي. دلوقتي يا دكتور انا كنت كلمتك في ايه، المراسم اللي خدت العجال وماشيه بيه. اه طيب، دلوقتي اللي كان الاستئناف النهارده قدم دنيا سته دلوقتي اتردد بشهاده في الشارع العقاري ان هي واخده العجال قدام مننا. تمام. طيب وبعدين ان وزنا ان ابني كان في انتخابات الصيف، ودلوقتي ان احنا عاوزين نعمله تحريات نهائيه لان المحضر راح، المحضر اللي احنا كنا ساكنين فيه ضعف من الاول. اه ازاي هي يا اما خرجت يا اما حد خد يا اما حد جريتها في النيابي خدوه ويقولوا لنا في التفتيش. طب احنا عاوزين نعمله تحريات نهائيه، نعملها ازاي؟ شوفي يا حاجه. ايوه الله يكرمك. انت ما معكيش صوره من المحضر اللي اتعمل اللي هو راح التفتيش؟ معانا. طيب معانا طالما معاكي صوره من المحضر اللي راح التفتيش. أيوه. قدمي الصوره. أيوه. وبعد كده اقدم صوره. اه طبعا اقدم صوره. منين؟ منين؟ من المحضر اللي قدام القاضي. طيب اقدم واحده ده صوره من المحضر من بيقول احنا عاوزين نعمل تحريات نهائيه علشان ان التحريات الاولى المبدئيه نرحب جايين من التحريات اللي واخده العزال، احنا عاوزين نعمل تحريات مقدمين التماس للمحامي العام وعاوزين نعمل تحريات نعملها ازاي؟ بيقولوا لنا من المحضر راح او في التفتيش. يفهموني. لا جريت هناك في الـ اعملي شكوى يا حاجة. حضرتك تقدمي بشكوى الى السيد المستشار. أي. رئيس المحكمة. ايوه. وتقدمي بشكوى الى رئيس النيابة اللي تابع. أي. ليها المكان اللي في المحضر. ايوه. واعتبار حضرتك ولو في. أيوة. في محكمه كليه اعملي شكوى للمحامي العام. اي ما احنا عاملين دلوقتي التماس للمحامي العام. طيب طالما عامله بلاغ ولا عامله شكوى في المحضر اللي في التفتيش اللي ما جاش؟ شكوى للمحامي، عاملين شكوى للمحامي العام علشان يعمل بعت لنا يشوف المحضر جاب لنا جواب جلد هو في في التفتيش. والله يا حاج محمد انت بتتكلمي بسرعه، انا نص كلامك مش فاهمه، بس ماشي اتفضلي. واحدة واحدة عليا يا حاجة. قالوا لنا الله يكرمك، معلش يا دكتور فاهمنا الله يكرمك. لا. دلوقتي بيقولوا لنا محضر في التفتيش اللي هي النيابة اللي هي التابعة ليه. طيب والجر بيقولوا ده راح. هي خدته لأن لها جارتها هناك، نعمله إيه بقى؟ طالما أنت يا حاجة معاكي صورة من المحضر قدميها للمحكمة وقولي. أيوه. للمحكمة اللي الشكوى في التفتيش، المحضر في التفتيش. أيوه. وادي الشكاوى اللي انا عامله شكوى لرئيس المحكمه وعامله شكوى. أيوه. للمحامي العام. مش عاوز اقول لك اطلعي على وزاره العدل اداره التفتيش القضائي اعملي شكوى عشان هتعملي. أيوه. ايه؟ ما هو المحضر ده مهم جدا بالنسبه لك اللي هي خدت العفش بتاعها والعزال بتاعها. خدت العفش كلته وخدت العيال حتى لو احنا مش عارفين نشوف العيال. طيب خدت 30000. خدي بالك انت مش قادره تشوف العيال. اسمعيني، من حقك. أيوه. دلوقتي وفقا لاخر حكم المحكمة الدستورية العليا ان الجد والجدة يرفعوا دعوة بالرؤية ويشوفوا الاولاد مع رؤية الاب. يعني الاب ممكن يرفع دعوة بالرؤية، وبالرغم من وجود حكم للاب بالرؤية الا ان ذلك لا يمنع الجد او الجدة من اقامة دعوة رؤية جديدة وتاخدوا حكم وتشوف العيال. طب بيقولوا هو الاب مسافر، الاب مش مسافر. القاضي مسافر؟ بيقول لك ده بيقول مش مسافر، طالما مش مسافر انت مش من حقكم ترفعي. لا يا حاجه، حتى لو الاب مش مسافر برضه من حقك ترفعي، والله من حقك ترفعي، وخدنا احكام كتيره الاب كان موجود والجد رفع دعوه وخد برضه. والجد رفع الدعوه وخدت حكم وتشوف الولاد. ربنا يوفقك يا حاجه. لما اخش انا للجاد يا دكتور، اما اخش انا للجاد واقول انا عايز اشوف العيال هيرفض لي ولا يستجاب لي؟ والله العظيم هتاخدي حكم بالرؤيه لو رفعت قضيه باسمك، تروحي مكتب التسويه تعملي تسويه وتروحي لاحد الساده الزملاء المحامين في البلد اللي انت فيها يرفع لك دعوه رؤيه وهتاخدي حكم بالرؤيه. ودي للاستاذ الزميل المحامي تليفوني و
وانا ابعت له على الايميل بتاعه او على الواتساب، ابعت له حكم عندي برؤيه الجده لحفيدها، حكم صدر في المحكمه. معلش يا دكتور اديني تليفونك، الله يكرمك يا دكتور، الله يكرمك. اتفضلي. ماشي يا دكتور. اتفضلي. هما في كنترول هيدوك، كنترول هيدوك التليفون، وانا ابعت لك صوره من حكم صدر من محكمه مدينه نصر بان الجده تشوف حفيدها رغم انه في حكم رؤيه للاب. شكرا يا دكتور، الله يخليك، الله يكرمك. ربنا يوفقك يا حاج ام احمد وينفذ كربك ان شاء الله. نرجع بقى للقانون الفرنسي نشوف قال ايه في موضوع الايجار. المده، احنا قلنا في ثلاث مشكلات: المده، ثبات القيمه الايجاريه، توريث عقد الايجار. المده لما هنيجي نتكلم فيها بالتفصيل في اركان عقد الايجار هنشوف بقى السادة الشافعية والسادة المالكية والجمهور قال ايه. هو الجمهور قال العقد اللي المدة فيه مجهلة او مش معلومة عقد باطل. يا باطل؟ قال لك اه باطل. هو في حد قاعد في مكان مش عارف يخرج امتى؟ هو في مالك ما يعرفش شقته هترجع امتى؟ هو في، يا جماعة، في واحد مالك عاوز يجوز ابنه وعمال يلف وشقة عنده في البيت ملكه مقفولة. طب والله في ناس عاملة شققها مخازن، مخزن، يقول لك ايه انا بدفع 20 جنيه ولا 30 جنيه في الشهر، واللي عامل شقته بيربي فيها، انا اسف في التعبير، بيتبول وولف وجيرمان، سلالات معينة من الكلاب، وفي اللي عامل شقته بيربي فيها حمام، وفي اللي قافل الشقة ما بيربيش فيها حاجة بس قافلها. وروحوا اتفرجوا في مصر الجديدة شوفوا شقق قد ايه، وفي المناطق العشوائيه وغير العشوائيه، وانتوا تشوفوا مهازل وخناقات. عشان كده في اثار اقتصاديه للعلاقه الايجاريه دي، في اثار اجتماعيه، في قطيعه، وفي جرائم. طب نشوف الاتصال ده. الو. اهلا استاذ محمود. اهلا، السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا استاذ محمود. الله يخليك يا ست المستشار. معلش يا سيدي، خارج عن الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني. اتفضل يا فندم. بخصوص هو محاضر الكهرباء دي بتسقط بمده قد ايه؟ بص يا فندم، محضر الكهرباء جنحه. تمام. والجنحه بتسقط بمضي المده بعد مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم الصادر فيه. فانت لو اتعمل لك محضر جنحه في 1/1/2015 واتحكم فيه. تمام. في 30/1/2015. تمام. تحسب من 30/1/2015 ثلاث سنين وتروح عامل معارضه وتروح رايح جايب شهاده من التنفيذ بعد تصريح المحكمه تنقضي الدعوه الجنائيه بمضي المده. يعني ما فيش حاجه اسمها مطالبه مدنيه او كذا او كذا او لا كذا؟ لا لا لا، جنحه. انا بكلمك كلام قانوني. القانون بيقول بتنقضي الدعوه الجنائيه بمضي المده بمرور 3 سنوات على صدور الحكم، من تاريخ صدور الحكم الصادر فيه. ثلاث سنوات تعمل معارضه وانت بطك بطيخه صيفي. معلش يا سياده المستشار، هو لو انا قدمت ما يثبت عكس اللي هم قايلين يعني برضه القاضي ما بياخدش بالكلام ده؟ لا لا، شوف بقى اقول لك حاجه، احنا دلوقتي عندنا في القضايا في شق شكلي وشق موضوعي. في شق شكلي وشق ايه؟ موضوعي. موضوعي. لما تيجي انت الشق الشكلي هينفعك وهيقف معاك، هتتكلم في الموضوع ليه؟ لا لا، بص، هتعمل المعارضه بعد 3 سنين من صدور الحكم، هتيجي تقول للقاضي والله انا ما سرقت كهرباء. انا مع ما هيقول لك يا ابني خلاص ما تقولش، مش عاوز اسمع منك حكاوي. تمام. حكمت المحكمه بقبول المعارضه شكلا وانقضاء الدعوه الجنائيه بمضي المده، مش هيسمع منك الموضوع طالما الشكل ايه اكتمل 3 سنين، مش هيسمع منك. طيب. في حال السفر للخارج يعني، في حال لا السفر لا لا لا. للخارج. بص اقول لك حاجه، اتكل على الله اعمل المعارضه. في فرق بين سقوط العقوبه وانقضاء الدعوه الجنائيه بمضي المده. سقوط العقوبة ده موضوع تاني وخلاف بقى فقهي وفلسفي مش عاوزين نتطرق فيه، لكن أنا بجيب لك الخلاصة. بجيب لك الخلاصة، فإحنا بعد إذن حضرتك هتعمل المعارضة وربنا يكرمك، ونخرج بقى فاصل عشان نسمع أذان العشاء. فاصل ونعود لكم إن شاء الله مرة تانية. رجعنا لكم تاني عشان نشوف القانون الفرنسي بيقول ايه في موضوع مدة الايجار، لان الموضوع ده موضوع خطير.
لا احنا خدنا بالقانون الفرنسي ولا خدنا بالشريعة الإسلامية ولا خدنا بحاجة خالص. المهم القانون الفرنسي الشافعية في أحد الأقوال قالوا اللي ممكن الإيجار أقصى حاجة لمدة ثلاث سنين في قول عند الشافعية، وقول تاني قال لك 30 سنة. 30 سنة وتنتهي العلاقة الإيجارية. حتى لامفتريون ده مكان في فرنسا وكان أطول مدة ليه كان 30 سنة. المهم الخلاصة في الموضوع اللي احنا بنأكد عليها ان مشاكل المدة كتيرة، مشاكل كتيرة، مدة غير محددة، مدة مجهلة، بيترتب على المدة غير المحددة والمدة المجهلة مشاكل، أثار سيئة جدا وتوتر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر وبين أبناء المؤجر وأبناء المستأجر، وده بينظر لابن المستأجر اللي والدك واخد حق من حقوقي وانا عاوز حقي، والتاني بينظر له اللي هو ايه يعني ايه بيغالي والقانون بيديني حق ماخدوش ليه وانا همشي مع القانون. مشاكل القيمة الإيجارية برضو، ما هذه مشاكل موجودة. يعني دعك من المدة، تعال بقى في القيمة الإيجارية. القيمة الإيجارية تفضل ثابتة كده طول العمر، كل حاجة بتغلى والقيمة الإيجارية تفضل زي ما هي. يعني انت لما تكون الإيجار هقولك بص الرد، لان احنا درسنا الردود، يقولك طب وانت لما أجرت كانت الأربعة جنيه دي كام؟ ما كانت برضو مبلغ، ما كان الناس بتاخد مرتب 8 جنيه، انت بقى لما كنت بتاخد نصهم ايجار. طب ماشي يا سيدي، وبعدين انا كنت ظالم هرد لك الاربعة جنيه على مدار 10 سنين يا سيدي. طب وبعدين هنحل الموضوع ازاي؟ مشكلة. هنقعد بعد كل ده نقول ينفع ما ينفعش؟ طب الاربعة جنيه نزودها؟ طب ننقصها؟ طب تقعد 50 سنة 4 جنيه؟ طب انت عاوز ايه؟ عاوز تدفع الاربعة جنيه في زمن الكيلو اللحمة بمية جنيه وبمية وخمسين جنيه؟ معرفش. طيب لو كل حاجة بتزيد، مشكلة، كل حاجة بتزيد انت متأكد ان كده، طيب هتعمل ايه لما كل حاجة تزيد وانت بتاخد 4 جنيه؟ في واحد بيبقى عايش على الايجار، عنده مكان وعايش على الايجار اللي بياخده، ما بيعملوش حاجة، بيزهد في المكان. وتيجي تلاقي ناس تهمل الصيانة بتاعة العقار، لأن لما هنيجي ندرس الموضوع بتاع الصيانة هتلاقي اللي في القانون في بعض المراحل بيلزم المالك بإجراء الصيانة والترميمات الضرورية للعين المؤجرة، وفي بعض المراحل بيشترك فيها الثلث والثلثين بين المالك والمستأجر، الثلث والثلثين، وبيقسموها مع بعض. فتيجي تلاقي مثلا 9 شارع الأقصر، 9 شارع الأقصر، الصيانة الخبير جه قال لك هتتكلف 60,000 جنيه، شبكة صرف صحي وحاجات من تحت وحاجات من بره العمارة والسلالم المتهالكة. والقانون بيقول الستين ألف جنيه دول عشان تاريخ العقار كان قبل سنة 59، تلتين على المستأجرين وتلت على المالك، يعني المالك هيدفع 20,000 جنيه من الستين ألف جنيه. طب المالك اللي هيدفع 20,000 جنيه ده عشان يرمم عقار، العقار ده بيجيب له كام في الشهر؟ في شقة ب5 جنيه وشقة ب5 جنيه ونص، وتقريبا كم مكان كده فوق السطح بيلموا له 10 جنيه، يعني بيلم من العمارة قول يا سيدي 50 جنيه في الشهر، يعني 500 جنيه في السنة، 600 جنيه في السنة. أنا من الناحية التجارية أصرف على مكان 20,000 جنيه عشان أخدهم بدون مكسب على 20 سنة؟ مش ممكن، مفيش عقل يقول الكلام ده. فالملك يقول لك انا مش عامل الصيام، الهي تقع، ويروح واخد شقه تانية بره ويمشي ويسيب العماره مهمله. طب المستاجرين عشان يلموا، تعال شوف المستاجرين اللي قاعدين في الايجار القديم، تيجي تقول له 5 جنيه نور سلم
يقول لك ليه ده اللي مضمض فيا، تيجي تقول له في عندك مش عارف ايه، اقول لك في عندنا اتصال. طب نسمع الاتصال. اهلا يا حاج شحات. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله يا حاج شحات. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. ربنا يطول عليك يا دكتور، ربنا يطول عليك يا حاج شحات، اتفضل. اسند حضرتك في الرقم عشان بس عايز شغل خاص. الله يكرمك. الرقم ممكن حضرتك يا حاج شحات تاخده من الكنترول وتحت امر حضرتك. ربنا يبارك فيك يا دكتور، صحه وحياه مسلمين. اللهم امين يا رب، اللهم امين. اتفضل يا حاج شحات. فمشاكل الصيانه كتيره، وكل ده بسببها ثبات القيمه الايجاريه. المالك يقول لك انا ما باخدش حاجه من العمار، هصرف عليها ليه؟ وبعد كده بقى تحصل بقى ازمه، والحي ينزل يعمل قرار تنكيس ويرفع، والملك يرفع قضيه على شوف بقى التلاعب. الملك يرفع قضية يطعن على قرار التنكيس ويقدم على قرار هدم، ونخش في خلافات وتلاقي العمارة تقع. هتيجي تقول للملك هو اللي وقعها؟ مين اللي وقع العمارة؟ الملك اللي بياخد إيجار ما يكملش 50 جنيه في الشهر في عمارة في مصر الجديدة ممكن تجيب له 20 30 ألف جنيه في الشهر إيجارات لو أجرها قانون جديد. برضو من مشاكل الأجرة وثبات الأجرة غير مصاريف التنكيس والصيانة العوائد. تيجي تخش في مشاكل مع العوائد، الأجرة يقول لك العوائد على المالك ولا على المستأجر، وتيجي تقول للراجل ده في 2 جنيه عوائد، أنا حضرت خناقة بين مالك ومستأجر على 25 قرش، رحم الله المستأجر، على 25 قرش بسبب موضوع العوائد والزيادات. مشاكل في الأجرة خلاص. في ناس أنا أعرف ناس كتير ما بتاخدش إيجار، خلاص قايلين للمستأجرين اللي عندهم خليكم قاعدين زي ما أنتم لغاية ما ربنا يغنيكم، لو كنتوا فقراء ربنا يغنيكم وتسلموا لنا المكان. ربنا ما أغناكمش وهتفضلوا وعاوزين تفضلوا زي ما أنتم، خليكم زي ما أنتم، خليكم ما تمشوش والحساب يجمع. فضيت اشتباك تقريبا من شهرين، اشتباك كنت يعني متولي صلح بين مالك ومستأجر في مصر الجديدة خمسة شارع السيد المرغني روكسي، واشتباك بين ورثة المستأجر وبين المالك، هو عمال يدعي عليهم على الفلوس اللي خدوها عشان يفضل المكان، وهم بيقول لك ده حقنا، قانون مدينا حق اللي احنا نقعد في المكان، قانون مدينا حق اللي يمتد الينا عقد الايجار. وبعد كده عشان ابقى منصف في العرض، هو القانون والشريعه، الشريعه لما بتقول ان المده المحدده تورث، انا اتفق مع هذا القول، اتفق مع هذا الراي، مده محدده تورث خلال المده، يعني واحد عمل عقد ايجار لمده 5 سنوات، في اول سنه توفي اجي اقول له اطلع بره مع السلامه، لا، العقد 5 سنوات، طول ما ال5 سنوات دول الايجار بيدفع، طول ما اللي قاعدين في المكان من ورثه المستاجر، لان الايجار في الشريعه هو عقد على المنفعه مش على الرقبه. ما انت خد بالك عندك في حاجه اسمها رقبه وحاجه اسمها منفعه. لما انت بتشتري شقه بتمتلك حق الرقبه اي ملكيه المكان والمنفعه المتحصله من المكان، فعقد الإيجار هو بيع للمنفعة، فأنا اشتريت منك منفعة المكان 5 سنوات، اشتريتها منك وبدفع لك الأجرة، ممكن أدفعها لك كلها مرة واحدة وممكن أقسطها لك كل شهر. خلاص. يبقى المنفعة هنا تورث لأنها منفعة معلومة ومحددة ولا خلاف في ذلك. لكن هل المنفعة المجهلة تورث؟ لا، المنفعة المجهلة لا تورث. لأن العقد أصلا باطل، مفيش حاجة اسمها عقد إيجار ما نعرفش هيخلص إمتى، مفيش حاجة اسمها عقد إيجار القيمة الإيجارية بتاعته ثابتة 20 30 50 60 100 سنة، ومفيش حاجة اسمها عقد إيجار، ده استغلال. وربنا في القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض منكم. أنا أتحدى
أن يكون هناك تراضي بين طائفة الملاك وطائفة المستأجرين في القانون القديم كله. أتحدى لإما لو يدراع، لإما حسبنا الله ونعم الوكيل، لإما ربنا يورينا فيكم يوم. هو ده التوتر. برضو عندك مشاكل في توريث العلاقة الإيجارية، توريث عقد الإيجار. محكمة الدستورية العليا ورحمة الله على المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر، وهو كان مر بصراحة على المستأجرين لأنه حكم بعدم دستورية فقرات كثيرة من نص المادة 29 من القانون 136/81 المعدل بالقانون 49 لسنة 77. حكم بعدم دستورية فقرات كثيرة. دلوقتي حاليا أصبح عقد الإيجار بيمتد للزوجة والأولاد المقيمين مع المتوفى وقت الوفاة أو وقت تركه للعين، ولا يمتد للأبناء. يعني الأبناء ما يمتد، يعني قال لك لا يحرر لهم عقد إيجار، يمتد للأبناء لكن لا يحرر. كان أول لك حكمة المحكمة بامتداد عقد إيجار وإلزام المالك بتعديل عقد إيجار بالقوة، بالقوة يحرر عقد إيجار لأبناء المستأجر. دلوقتي قال لك لا، يمتد وليس هناك إلزام، بحيث لو ابن المستأجر توفي تعود العين إلى مالكها. موضوع جميل جدا وموضوع شيق. تعالوا بقى نشوف التفصيلات بتاعته ايه. الشريعة الإسلامية لما نيجي نتكلم على أركان عقد الإيجار، ونيجي نتكلم على سبب عقد الإيجار والباعث على عقد الإيجار وشروط العين المؤجرة والتزامات المؤجر ايه والتزامات المستأجر ايه، ونشوف الشريعة قالت ايه وقانون إيجار الأماكن قال ايه والقانون المدني اللي رجعنا ليه قال ايه، ونناقش بقى مشكلات الخلو والتأمين والإصلاحات. واحد عاوز يوسع الصالة عشان يحط الكنبة الفوتيه اللي بتتفري السرير، راح شال حيطة أكن الملك بتاعه. واحد عاوز يدخل البلكونة أكنه هو اللي مؤسس العمارة ويتعدى على حق الملك ويوسع الأوضة ويدخل البلكونة فيها ويشيل حيطة، تقع العمارة تقع مش تقع، هو مش مالك والمسؤولية مش عليه. تعالوا نشوف بقى عقد الإيجار بتفصيل كده ونعيش معاه شهور. أنا بقول لك شهور لأن الموضوع كبير. نسأل الله أن يعين. دمتم في أمان الله وألقاكم مع تفصيلات العلاقة الإيجارية ومع عقد الإيجار في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.